نجمة من النجمات اللي اتكلمنا عنها كتير قوي في رمضان وحاولنا نوصل لها، بس رمضان دايما كده ايه بنلاقيه فجأة خلص بسرعة والنجوم بيكونوا منشغلين. انا بالنسبة لي مبسوطة قوي ان هي معايا، هتكلم مش كمذيعة بس، هتكلم كمشاهدة. شايفة ان هي بتختار ادوارها بعناية جامدة جدا، بتذاكر ادوارها بطريقة مختلفة جدا. بحس كان تمثيلها راسي وهادي، ما عندهاش حتة اللي هو ايه بتفرض شخصية على المشاهد، بالعكس انا بستمتع قوي 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 لما بشوفها في اي دور. النجمه دي هي ايه سماحه، ايه مبسوطه قوي 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 ان انت معايا، و حبيبتي يعني مش عارفه اقولك مبسوطه قد ايه، لان ببسط قوي لما بلاقي ان نجم بيطلع وبيعلى وبيعلى بتمثيل بموهبته. فاهمه قصدي؟ بجد ثانك يو على كل كلمه قلتيها، وانا مبسوطه ان انا معاكي ومعاكم النهارده عامه، يعني ثانك يو سو ماتش. لازم ابارك لك طبعا على كامل العدد والصفاره، انا عارفه ان هي متاخره شويه بس لازم ابارك لك على العملين. لا 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 خالص مش متاخره، انا حاسه ان انا عامله زي العروسه كده لحد دلوقتي كله بيقول لي مبسوط، يعني انا مبسوطه ويا رب ما يبطلوش. يعني كنت متوقعه ان المسلسلين هيحققوا النجاح الفظيع ده؟ صراحة لا، يعني كنت شايفة ان احنا عاملين شغل كويس قوي، كنت خايفة بصراحة ان هو يتظلم، لانه كان يعني بتكلم على كامل العدد الاول، ان هو كان يعني على بلاتفورم فيمكن مش كل الناس تقدر يوصل لها المسلسل، بس يعني العكس طلع موجود، يعني الحمد لله لقيت ناس اكتر من ما تخيل بكتير هو تقريبا اتفرجت على من المسلسل، اكتر المسلسلات اللي من اتشافت في اكتر رمضان. المسلسلات اللي اتشافت بالظبط، صح، واستغربت ان ده جاب الفيوز دي على بس بلاتفورم، يعني قلت الحمد لله ان هو قدر يوصل، لان كان في شغل حلو، ناس كلها كانت حابه البروجكت قوي، من اكبر حد لاصغر حد، وكان معانا ناس تالنتد جدا، يعني الاطفال كانوا مبهرين الصراحه، طبعا وانا كنت مبسوطه قوي بشغلي مع استاذ خالد الحلفاوي ورنا بوريش ويسر الطاهر ودينا الشربيني، طبعا ده مش اول مره نشتغل مع بعض، فانا رايحه للناس انا متاكده ان احنا هنتبسط في الشغل مع بعض، فالحمد لله ان الناس شافت ده كمان. لازم برضو نتكلم بقى عن الصفارة، كان برضو من المسلسلات اللي اعتقد برضو ان كل الناس كانت بتشوفه، يعني ده حقيقي. الناس كلها كانت بتشوفه. العظيم طبعا احمد امين، انا بشوف ان هو عظيم، مش عارفة اقول ايه، عظيم جدا. يعني طبعا. اعتقد ان دي كلمة توصفه بكل حاجة. انتي من الممثلين اللي بيشتغلوا قوي 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 على نفسهم، فبرضو السفارة كلميني عن ردود الافعال اللي جات لك فيه، خاصة احنا بقى بقينا بنسمع كلام ان احتمال يبقى فيه جزء تاني، طبعا ده في حالة ان فيه ورق كويس، فعارفة بالظبط، هو طبعا ده كلام مش مؤكد، بس يعني لو لقينا فرصه ان يبقى في جزء تاني بالشكل الكويس اللي احنا عملنا بيه الجزء الاولاني، اكيد احمد امين مش هيتاخر في حاجه زي كده، لان يعني هو من يعني شخص من المؤلفين كمان، هو مش طبعا. بس البطل يعني. والشغل مع احمد امين ممتع جدا، دي تاني لازم مره اشتغل اسالك فيها مع عن بعض. الشغل معاه وكواليسك بقى معاه في التحضير والتصوير وكل لا حاجه. لا، هو بني ادم، هو بني ادم جميل جدا يعني، وفنان محترم وعظيم، وبني ادم كمان عظيم بصراحه يعني، فده يخليكي ان انت كبني ادمه تبقي مرتاحه وتعرفي تشتغلي. والسفاره اصلا كاكسبيرينس يعني انا اتبسطت بيها جدا، وكانت طبعا اول مره ان انت تبقي داخله في جانرا مختلفه عن طبعا الكومفورت زون بتاعتك، يعني انا دايما بيبقى دراما واكشن وبتقتل وبقتل الحاجات بتاعتي دي، بس الحمد لله ان لما لقيت فرصه ان انا ابقى بدخل اول تجربه كوميدي مع ناس محترفه، من اول احمد امين لاستاذ علاء اسماعيل المخرج، طه الدسوقي، حاتم صلاح، وبنشتغل تاني مع بعض دلوقتي انا وحاتم صلاح، فانا اتبسطت قوي بالاكسبيرينس، وحسيت ان الناس كمان يعني مستنيه برضو تشوف احمد، لان كان اللي قبليه كان على طول جانرا مختلفه خالص، صح رعب وابهرنا كلنا، طبعا. فهو في اي حته يعني احمد موجود فيها بيعمل اكتر من الناس متوقعه كمان، فكنت مبسوطه ان انا معاه في التجربتين، وان هو الناس كلها كانت واثقه فيا، والحمد لله ان ما حدش قال لي ما تعملش كده تاني، لان دي كانت هتفرق معايا قوي لا 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 بالعكس، فكره ان بالظبط، فانا ارتحت في الكوميدي وكنت مبسوطه، لان انا يعني انا يمكن دي الحاجات اللي انا بحب اتفرج عليها كمشاهده حتى، ف بتحبي تتفرجي على الحاجات الكوميدي. طبعا وخصوصا قبل ما انام، يعني ما بحبش ان انا شخصيا ما بحبش النكت خالص، ولما بعمل حاجات انتنس يعني ممكن ما اتفرجش قوي برضه، ف فاهمة قصدك قوي. ف اه فبميل قوي ان انا اتفرج على حاجات لايت وكوميدي، والحمد لله ان انا لما اشتغلت فيها برضه استمتعت بيها جدا يعني.
لازم اسالك بمناسبه نتكلم على الجزء التاني، ولو الورق كان حلو قوي يتعمل جزء تاني، انت مع فكره الجزء التاني ولا لا في المسلسلات عامه؟ بصراحة ما أقدرش أحكم، لأن ساعات في حاجات بتتعمل بتبقى حلوة جدا، وساعات بتقلل من اللي اتعمل الأول. اه صح، فهي يعني بحس إن وخصوصا لو ناس اتغيرت أو يعني، فاهمة قصدي؟ فبتبقى كل تجربة بيبقى ليها يعني تقدري تحكمي عليها من خلال البروجكت نفسه، بس بتبقى ريسكي برضو يعني، بيبقى فيها برضو مجازفة يعني. ايه قبل ما اختم معاكي، انا عارفه ان انت حاليا بتحضري لعملين مهمين، وعارفه ان انت مش بتحبي تتكلمي عنهم، بس برضو أيوة. كده محتاجه شويه ايه، عارفه اللي هو شويه كده حاجات نشوق بيها الجمهور، ونبقى برضو عارفين شويه اخبار كده جديده من غير ما نحرق اي حاجه. ماشي. أنا يعني أنا بشتغل مسلسلين دلوقتي، متحمسة لهم جدا. مسلسل اتنين جانرا مختلفة يعني، نوعين مختلفين خالص عن بعض. واحد كوميدي 100% يعني، ما فيهوش أي حاجة، هو كوميدي. اوكي والتاني دراماتيك جدا، أو بيتكلم عن الأمراض النفسية، وأنا بناقش مرض اسمه بوليميا. ده مرض بيجي لبعض الأشخاص يعني، اللي هم بيبقوا عندهم سمنة وهم صغيرين، فبيحاولوا يتخلصوا منها بطريقة غلط، اللي هو لحد ما جسمهم بيرفض الأكل. فهم شخصيتين مختلفين عن بعض خالص في المسلسلين، حبيهم هما الاثنين جدا، بصورهم هما الاثنين مع بعض، وده يا تشالنج لهوي، ده يعني تشالنج صعب شاطر قوي، جدا. انك من اكستريم هابنس لاكستريم حزن لا مش بس كده، وطبقات مختلفة خالص عن بعض، وكوميونتي مختلفة، يعني بتتعاملي مع عالمين مختلفين تماما في نفس اليوم، وده حاجة بالنسبة لي تجربة مش هنساها، وانترستنج جدا بالنسبة لي. ما أحب الحاجات اللي هي بيبقى فيها تشالنج. اه ايوه، وانت ف بجد من الممثلين الشاطرين، ومتاكده ان انت عارفه تفصلي بين الاثنين كويس قوي، والاثنين هيطلعوا جامدين قوي اصلا، يا رب حمستيني يعني يا بمجرد رب. الكلام عنهم، خاصه الاشخاص اللي بيبقوا بوليمك دول، الموضوع بيبقى صعب قوي، وحاسه اعتقد ان ده عمره ما اتعمل يعني، ما شفتوش قبل كده في تاريخ انا الدراما اتبسطت قوي المصريه. لما لقيت ان ناس كتير قوي من اللي عندهم نفس المشكله بيبعتوا لي مسجز، اه بيبعتوا لي اصل صور، انا كانت عندي بيبعتوا لي الفتره طويله قوي، تجربتهم. فلو ناس شفتي كتير وشي جدا، وانتي انا عايزه بتقولي اقول لك. اه، كنت يعني مستمتعه ان في حاجه في الدراما المصريه تبقى كده، ان مش ناس كتير قوي تعرف عن المرض ده، وفي ناس عندها وما يعرفوش ان هو عندهم. بالظبط. فيا رب البروجكت يبقى مفيد بالنسبه للناس، ويقدر ان هو يغير حاجه حتى لو فكره عند بني ادم يعني. انا متحمسه لهم، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. ايوه مبسوطه قوي ان انت كنت معايا، ومبروك على العملين، وانا عارفه ان هي جت متاخر، بس خالص. دايما كده مكسره الدنيا وتعملي حاجات مختلفه، وانت من النجمات اللي انا شخصيا بستمتع قوي وانا بتفرج عليها. حبيبتي thank you so much، و thank you ان انا كنت معاكي النهارده. thank you نورتيني فكلك، حبيبتي، يلا thank you، باي. bye.